مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء الذي فرضه قانون انتخابات 2011 و2014 مكّن المرأة التونسية من الحضور في البرلمان بنسبة تفوق 30%. مبدأ المناصفة يعني أن يكون ترتيب المترشحين في القوائم الانتخابية بالتناوب بين الرجال والنساء. خلال الانتخابات البلديه اضيف مبدا جديد هو المناصفه الافقيه حيث يفرض على الاحزاب ان يكون على راس قوائمها رجال ونساء بالتساوي القائمة التي لا تحترم مبدأ التناسف الأفقي والعمودي باش يتم إسقاطها، معناتها مش أنا نقدم من بعد كان القائمة هذية فيها أقل عدد من النساء سيقع قبلها لا، القانون واضح يتم إسقاط القائمة بأكملها. عدد مهم من النساء سيكون حاضرا في البلديات التونسية إذا. لكن ذلك لم يمنع ظهور صعوبات واجهت اغلب الاحزاب التونسيه عند تشكيل قوائمها الانتخابيه فحضور المراه ومشاركتها السياسيه لم يصلا بعد الى المستوى المطلوب ففي المناطق الريفيه والنائيه مثلا تكاد تكون مشاركه المراه السياسيه معدومه وهو ما وضع الاحزاب امام اشكاليه البحث عن نساء يقبلن الترشح للانتخابات البلديه في المناخ السياسي العام في تونس للاسف انه ما ثماش نفس العدد من النساء البارزات على مستوى محلي كما الرجال علما وانه في المناطق النائيه وفي المناطق الصغيره وفي المعتمديات الصغار هذوما الى اخره ما ثماش نشاط سياسي حثيث ونشاط مدني حثيث اللي يخلي ان النساء يلقاو مجال باش يبرزوا باش يظهروا الى اخره فرض المناصفه بين الرجال والنساء في الترشح للانتخابات البلديه تختلف الاراء حوله بين من يعتبره ضروريا لضمان حضور نسائي قوي في المجالس البلديه وبين من يعتبره محاوله لتلميع صوره تونس لدى الاوروبيين قانون المناصفة في القوائم الانتخابية سيمكن المرأة من تسجيل حضور قوي بنسبة تقارب 50% رقم مهم جدا عربيا وعالميا لكن منتقديه يرون أنه سيأتي عبر قوانين وليس من خلال التدرج في التطور الطبيعي للمجتمعات مراد الدلنسي تونس الميادين